ما هذا يعني هذا خلق الله تبارك الله احسن الخالقين انتم كيف وجدتم زيارتنا هناك في ايش يعني Paradigm Shift بالعربي Paradigm Shift فكري او منظوري يعني الparadigm يعني المنظور طيب انا اللقاء هذا سوالي انقلاب منظوري فعلا يعني. ايوه لانه يعني انا طول عمري تربيت انه يعني الاسرائيلي ما في منه امل وبالزياده الاسرائيلي المحارب الجندي هذا من فين وفين الاسلام يعني وفي حرب 67 ايوه 67 ودخلوا نكبة بعدين تربى بالحقد وهكذا فكرة انه اشوف واحد زي هذا اسلم لكن شوف يعني عبد الله بن سلام هو اسلم من الصحابة رضي الله عنه ومات شهيدا ومات شهيدا وكذلك مخيرق وكذلك رفاعة وكذلك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم امنا سبحان الله أمنا صفية رضي الله عنها حينما هي كانت تواصل أقاربها اليهود فأتهمت باليهودية في خلافة عمر فأحضرها وسألها قال أنا أصل رحمي ولي حق لذلك في الإسلام قال والسبت لأنهم اتهموها بمراعاة السبت قال أزورهم في السبت فهم هو قال نقطة ثانية كمان كان نقطة بقول طيب قال الحكاية انه البرين ووش نعم يعني وهذا نفس اللي بيصير في احنا عندنا كل الناس كل الناس يعني شوف الحقد انا اقول لك انا رأيت في كتاب شرح امام النووي للحديث نعم. عندي النسخة القديمة عندي حيث قال ان هذا يشمل اخاك الكافر لا يؤمن احدكم حتى نعم نعم وفي نسخة انا اشتريته اخيرا من سنتين او شيء حديثة هم اخرجوا هذا من الكتاب حذفوه وهذا تحريف فهناك ناس للاسف ما يريدون هذا الفكر هو الفكر هم اعداء نحن لا نقر بذلك وفي اشياء كثيره في القران نحن نثبتها حول اليهود يعني لا يمكن ان ننكرها الا ان نكفر بالله سبحانه وتعالى وحاشا لازم لا نعمم أنا أحارب التعميم لأن التعميم خطير جدا يمنع الناس من الهداية حتى الإسرائيلي نفهم هذه الآية في دولة أولا هناك في فلسطين من اليهود من كان أسرته ذمية في أيام العثمانيين من اليهود أنا رأيت هاخام يهودي قال لا يحق لي الجلوس هناك إلا كذمي لأن أنا لا أعترف بدولة إسرائيل لكن العرب ما عندهم الآن الحكم انتهى فأنا فقط أنا أريد هداية البشر أنا أريد هداية البشر لأن النار التكفير معنى أنت حكمت على هذا بالخلود في النار وأنا لا أريد أحد أنا لا أريد أحدا يخلد في النار شخصيا إذا أنا أفهم هذه العبارة سيخلدون القرآن يثبت هذا أن هناك من يخلد في النار لكن أنا لا أتمنى هذا لأحد أنا أتمنى هداية الناس لا يهمني من هو وما فعل التوبة توبة ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض القوم هم بغضهم لكم وبغضكم لهم لا يجرمن شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هذا أمر من أقوى. الله سبحانه وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا صلب الأمر التقوى نعم وكذلك العفو والصفح إذا واحد يسلم لازم تعفو عنه مما سلف فإذا ما عندك هذا في قلبك أنت لم يكمل إيمانك أنا على يقين لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانك لأن الإيمان الكامل هو أنك تريد لكل أحد ما تريد لنفسك وإذا ما عندنا هذا غير مؤهلين إحنا أصلاً لفتح القدس الله يبارك فيك لأنه صلاح لما الدين لما صلاح الدين الأيوبي لما دخل القدس هم ذبحوا 70,000 مسلم ما بين ولد وامرأة أبرياء ذبحوا ولد امرأة شيوخ عجائز
عجائز ذبحوهم في يوم واحد بشهادتهم الصليبيون هم الذين قالوا. فلما دخل القدس ماذا فعله؟ ذبحهم؟ اغتصبهم؟ لا، هو عفى عنهم. دخلها كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. ولذلك نحن اليوم نفتخر بهذا الشيء، هذا شيء عجيب جدا. ولما حينما عندنا هذا الإيمان، أنا على يقين أن الله سينصر المسلمين، لكن ما دامهم ليسوا مؤهلين لهذا الشيء، لو دخلوا الآن وذبحوا الناس كلهم، هذا سيكون جريمة على المسلمين وعلى الإسلام إلى الأبد.